كثير من الأبناء يسلبوا أبائهم حق الارتباط مرة ثانية. لما مثلا كثير لو تسألي ناس مثلا يكون والده توفى يحس إنه مش منطق إني أزوج أمي. شوفي أنا ما أقدر أتكلم ذا الموضوع عشان كذا ما أقدر. أمي هي أمي. اسمعيني أنا أفهمك جدا ويمكن موقفي زي موقفك. يمكن أنا أسفة بس أنا موقفي كذا بصراحة. بس أنا أرجع أقول ترى هو العلاقات العاطفية الجانب العاطفي. شوفي الرجل أكثر حاجة للمرأة والمرأة كمان. صح يمكن المرأة ممكن تكتفي بعيالها. إيش بنقول سيدتي من الأول؟ إيش بنقول إنه زيها زيه في كثير أمور. هو أكيد بس من ناحية العمر الكبير أنا كمان ما أبغى أجيب لأمي واحد يبهدلها. ممكن تكتفي بعيالها صح وهذا موجود وكثير يمكن في العالم فعليا مكتفين بعيالها وأمهات بيكونوا بيضحوا يعني عايشين يا الله عايشين بس عشان خاطر بيتها وعيالها. في كثير أمهات كذا وفي كثير أبهات ترى كذا لكن مو بس نقول إنه الأب فقط هو اللي محتاج شريك حياة. إحنا ما قلنا زوجة أو أم ثانية لك لا الأب محتاج شريك حياة أحد يواسيه أحد يتكلم معاه أحد يأكل عبير معاه بقول لك نفس الشيء الأم. شوفي أودي إذا كان الشريك الجديد طب جاي أنتم ما فهمتوني استني يلا هي رافضة إذا هي رافضة خلاص استني لا مو على هي رافضة المرأة ممكن إنها تنشغل في أي شيء في اجتماعاتها في روحاتها في جياتها ممكن يكون عندها خدامة معها في البيت بناتها حولها. الرجل صعب عليه الرجل ما يقدر يجيب يعني وما يقدر يهتم الرجل بالرجل يعني مثلا لو أجيب له مثلا أحد يكون مرافق معاه كرجل ما راح يقدر يهتم فيه زي ما المرأة تهتم بالمرأة وتكون أكثر أريحية. طب إذا ما تقدرين كيف ما أقدر يعني إذا ما تقدر توفري لها عاملة إذا ما تقدر توفري لها سواق إذا مثلا أولادها متزوجين ومسافرين إذا تسمحيني عبير أقول شغله أنا أتكلم عن نفسي صح لا يا جماعة الموضوع أكثر. هنا ليس لا تبغي تعقديني أنت بعد والله العظيم اسمعي الموضوع هنا بجي. الموضوع ما له علاقة بالرعاية أنا ما أتكلم إنه والله يتزوج الأب ولا تتزوج الأم. أنا بسألك سؤال تضمنين تزوجين أمك واحد ما يغثها؟ لا طبعا شوفي لها الهم شوفي أقول تقعد كل شوية دقدق عليك يلا جيب لي الهم غثني طفشني أنا لسه إلى الآن أتذكر بعد وفاة بابا بسنة أمي الحمد لله ماما كانت تعشق بابا الله يرحمه درجة إلى الآن كل ما نسمع أغنية الأماكن تقول تذكرني بأبوك واو. لأنها بعد وفاة بابا يمكن فترة ظلت تسمع هالأغنية تسمع الأغنية فماما أصلا يمكن الموضوع بالنسبة لها. بس أنا أرجع أقول أأكد على كلمتك ترى الموضوع ما له علاقة بالرعاية بالشيلة والحطة له فيها سنس عاطفي أحد يحبها أحد يحبه وأحس الرجل يمكن أكثر حاجة الرجال ما تسمعين كثير عن قصص يقولك توفى بعد ما زوجته توفت مباشرة ما كمل شهرين إلا هو متوفي صح. ما سمعتوا عن هالقصص صح. الرجال ترى يمكن أنت قلتي الأم يغنوها عاطفة عيالها يمكن تقدر تصنع لنفسها أشياء كثير الرجل ما يقدر الرجل ما يقدر إذا فعلا متعلق فيها ويحبها وكانت بينهم عشرة ترى ما يقدر.